هل يمكن للمال أن يشتري السعادة؟ فنبلش من نور. جاوبتكم من الكواليس. لو سألتني هذا السؤال قبل 5 سنوات أقول لك لا، لكن حالياً الإنسان كل ما يكبر كل ما عقله ينضج أكثر. من خلال معرفتنا بالناس واختلاطنا بالناس صرنا نشوف المال يشتري كل شيء. صح. حتى الحب. بس اللي راح يختلف إنه أنت ما راح تحسين بالحب، يعني تحسين إنه الشخص اللي قدامك ده يجامل فقط. فعلاً. إنه لغاية ولغاية في نفسه. أوكي. نعم. لكن اليوم الابتسامة، أسألتي اليوم عندك فلوس؟ أصحابك كلها حواليك، أبسط مثال. فعلا. أقاربك كلها حواليك، الناس صح. كلها تحتاجك. أغلى غالي عندك راح تلقيه قريب من عندك. نعم. إذا كان سطحي طبعاً وتفكيره فقط بالمادة. لكن شغلة واحدة ما يشتريها المال، الصحة. أكيد. فعلاً. طبعاً هذا تحكين عنه بشكل عام. نعم. الصحة يعني دا أقصد إنه مو إذا عندك مرض وما تقدر تعالج، لا، إذا مرض لا سمح الله. لا، الموضوع بشكل عام إنه نعم. أوكي، المال يجلب السعادة بشكل عام. ممكن الأشخاص يكونوا مقربين، ممكن هواي تفاصيل، لكن السعادة الداخلية ما تنشر بفلوس. صح. مثلا عندك الصحة النفسية، الصحة النفسية أنت ما تقدر تشتريها بفلوس. يعني إذا تكونين أنت صحتك النفسية مرتاحة ومتفائلة، إذا أنت سعيدة، الحواليش كلهم بخير وبصحة وعافية، إذا أنت سعيدة، صلة الرحم موجودة، إذا أنت سعيدة. أما الفلوس هاي أعتقد أنه هي جانب ثاني بشكل عام من خارجيا. يعني بعض اللي عنده أموال خصوصا إذا كانت أموال كثيرة فيشتري السعادة ويشتري فعلا ويشتري حتى الصحة. صح. فعلا بعد يحب نفسه أكثر. مو لا لا ما يشتري الصحة أو حتى السعادة. السعادة شلون تعرفيش؟ يا رغدة يقدر يتعالج بأحسن المستشفى. إيه إيه إيه. ممكن ما يتعالج، مو شرط. هاي بعد هو بعد هاي هو هذا موضوع يتعالج. هذا موضوع عقاب رباني ما لنا علاقة فيه. بس بصورة عامة المال المال بصورة عامة لا، أنا من يكون عندي مال ليل ونهار أكون سعيد، لأن أنا راح أروح المكانات. صدقني سعادة داخلية مو خارجية. راح تكوني مستقرة. مستقرار يعني مستحيل. يعني هسا يعني هسا أي أحد من عندكم أي أحد من عندكم ما مرتاح داخليا بمشاكل أو 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 أي شيء أو أي ضغوطات بالحياة، ممكن تسافر تروح وتجي وعندك فلوس وتشتري، ما راح تقدر تعالج الشيء اللي بداخلك، السعاده اللي بداخلك. لا انت تختلف عني داخليا وخارجيا. لا نغير نفسيتنا بسفره عادي. لا لا انا احس السعاده هي موضوع بعمق اكثر بتفاصيل. هو رغده اكو كاتبه وروائيه اكيد تعرفيها احلام مستغاني، تقول المال لا يجلب السعاده لكن يسمح لنا ان نعيش تعاستنا برفاهيه. بالضبط. وهذا اللي أنا قصده. أنا ذكرت قبل قليل من تكلمت قلت إنه أنت مستحيل قدرين تشترين السعادة اللي أنت تريديها، السعادة الملموسة الحسية. يعني ممكن يتوفر لك كل شيء، لكن هذا السعادة أو الحب اللي لامس القلب بين قوسين اللي هي الراحة. السلام الداخلي قصدك. السلام بالضبط. نعم. مو الراحة. السلام الداخلي. لا الراحة، الراحة النفسية هي هاي سعادة بحد ذاتها. هو أصلاً المال راحة نفسية. إذا مشاهدينا خلينا نروح نشوف هذا الاستطلاع ونرجع لكم.